اما رسمك رسمك اخترته 4-1 4-1. هو اخونا الكابتن سمير قبيله اش كان يقول لك وكريم وكنا تفهمنا ورينا احنا ضد نيجيريا رينا احنا سخيري كيفاش ايريوفيا وياخذ الكره يدخل حتى للمحور لو جو من تالي دونك واحنا مش نلعبوا مع فريق شنو هو فريق يحذق الهجوم يحذق الكونتر اتاك. انا هنا عندي توازن. ما معنى توازن؟ حتى ولو معناها وين اسمه الوليد الحداد يطلع ما تخافش باقي جوري توجور باقي جوري توجور سيت سوبيريتي نيميريك كي نخسر الكره وسيت سوبيريتي نيميريك كي نربح الكره وهنا السر. علاش عملت كيك؟ خاطر اشك فوا كي تشوف انت هكا عندك سيف الدين الجزيري بار اكزومبل اسوي جلاس اما على شرط تو هو اليوم عنده الخزري وعنده وعنده كي دوتر وعنده المساكني مش يخلي لهم لي زيسباس باش يجي من تاني. وعلاش ليه معناه معناه يسبلونج بار ديرير انيس انيس بن سليمان وعيسى العيدوني. وحاجه اخرى حاجه اخرى انا هناك الخمسه ذوكم ديتهم خمسه خمسه القدامين هذوكم يلفون بلوكي لا بريمير باس دو لادفيرسير معناها خارق العاده معناها مش يمشيوا لهم ماهوش شكل بريسيغ 100% بيتيتر ارسيلمون بيتيتر كذا باش نخلي الفرصه بور بوزيسيونمون سي دي سويت. انا اخترت السخيري غادي خاطر ريت ماتش نيجيريا في الريجستر هذاك الى اكسيلي عمل ماتش خارق للعاده خارق العاده مشتوفه خارق العاده مشتوفه مع بروموكول تعمل الكابتن مشتوفه.